شبك يا أخي؟ عم فكر، معقول أبي يتجوز على أمك؟ لا مستحيل. كيف مستحيل؟ مدام تجوز على أمي، تزوج ولا ما تزوج؟ يا أخي المهم يكون زواجه خير علينا. وين الخير بالموضوع؟ أنا بقول خير، بكفي إنه تجيب لنا أخ جديد. مستحيل، وبركي ما حب بعض مثل ما أمي وأمك حب بعض. على كل حال أنا بقول خير. وأنا بقول لك ما خير. ما خير. 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 الله يجعله خير. شوفي، على كلين انت وياه اذا ما بدكم تحكوا عادي، انا بس بدي اقول لكم شغله يا ابي. اي موضوع من في حياتنا، اي موضوع في حياتنا بدنا نعرف خير ولا ما خير، ما بهالطريقه. خلينا الان سويه نعرف كيف الطريقه اللي نعرف فيها هالموضوع في حياتنا خير ولا ما خير. في اي موضوع في حياتنا يا حبيباتي يا ابي، في اي موضوع بنحتار فيه هل هو خير ولا ما له خير، ما عنا حل الا انه نتوضا ونصلي ركعتين سنه الاستخاره، وبعد ما نصلي سنة الاستخارة ندعي دعاء الاستخارة. شو هو دعاء الاستخارة يا محمد سعيد ويا محمد أسامة؟ نلتجئ إلى الله بدعاء صادق من قلبنا، نقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، بسمي حاجته، بسمي شو بده يساوي، أن هذا الأمر سفر، زواج، رحلة، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كمان بسمي حاجته، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا دعاء الاستخارة اللي بنعرف من خلاله خير ولا ما خير. فإذا كان الأمر بعد دعاء الاستخارة ميسر، معناته ربنا عم يفتح لنا أبواب الخير. وإذا كان الأمر بعد صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة معسر، معناته ربنا عم يصرف عنا، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا كل خير ويصرف عنا كل شر. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين.